لا انتوا غنيتوها حلوة قوي. تعرف احنا لو عملنا نفس الاداء ده في الحفلة هتبقى تحفة. تفتكري؟ اصلا بصراحة مش مبسوط، حاسس ان احنا لو اخترنا اغنية تانية يمكن تطلع احلى من دي. ليه نختار اغنية تانية؟ ليه يا شريف؟ ما انتوا غنيتوها زي الفل. كفاية تردد، ابوس ايدك. انا بقيت اتردد في حاجات كتير بسببك. وانا ملاحظ الموضوع ده بقى لي فترة، بالذات في موضوع عمرو. وانتوا مش كنتوا محددين ميعاد للفرح؟ وانتوا اجلتوه ولا ايه؟ مش عارف، حاسه ان انا خايفه. مش بقولك عادتني منك لله؟ ايوه بس خايفه من ايه يا فدوى؟ انتوا اصلا مخطوبين بقالكم فتره، وقبليها كنتوا تعرفوا بعض. بعدين بصراحه انا شايف ان هو ابن ناس وكويس جدا، يعني ايه اللي مخوفك منه؟ لا هو كويس. بص، هي المشكله فيا انا. انا كل ما احاول افكر كده انه الفرح ده هيقرب انا بترعب. وبعدين يا شريف في حاجات كتير قوي انا وهو مختلفين فيها، وده اللي راعبني اكتر. اقول لك على حاجه، بس ما تزعليش مني. الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي عن واحد المفروض انك بتحبيه، بالطريقه دي اكيد مش بتحبيه. لا يا شريف، على فكره انا بحبه ومتاكده ان هو كمان بيحبني، بس لخبطه المشاعر اللي انا فيها دي انا حقيقي مش عارفه ايه سببها. ربنا يكرمك يا فدوى. يا رب ان شاء الله. يلا بينا. لا استنى، يلا بينا ايه صحيح؟ انت ما قلتليش عملت ايه في موضوع فسنت؟ في جديد؟ طب استنى.